الكسبان ليا. سيبوني مره اكسب، انتوا اشطر مني في اللعبه دي. ماشي يا ستي هسيبك تكسبي، انا اصلا مش في المود النهارده. ليه مش في المود النهارده؟ عندي مشاكل في الشغل. وديتي البنت للدكتور؟ وديتها تعمل العمليه، بس دي طلعت موضوع كبير قوي. ايه ده؟ اتحركي. يبقى ما ركبتش الصيني بقى وعملت العمليه بجد. هو ده كمان في صيني؟ طبعا يا بنتي، الصيني ده بقى بتركبه بنفسها، عباره عن فطر بيكون غشاء البكره من تلقاء نفسه. ايه القرف ده؟ بجد مقرفين مقرفين. انا اقرف، انا مش دكتوره. انت دكتوره تقرفي ليه؟ عارفه اني دكتوره بس ده شيء مقزز. طب انا عندي مشكله، واحنا في المستشفى البنت سالتني سؤال هنكت ما عرفتش اجاوب. قالت لي ايه بقى يا بنتي يا ساره؟ ايه؟ قالت لي هو ليه الراجل لما بيجي يا بنتي مش بتكلم انا في موضوع مهم. الله ما تتكلمي. قالت لي هو ليه الراجل لما بيكتشف قبل الجواز ان مراته كان عندها علاقات او تجارب يطلقها ويفضحها واهلها يعايروها، ولو اكتشفنا اي حاجه على الراجل قبل الجواز عادي. لا والانقح بقى لو العريس راح لحماه وقال له يا عمي انا كان ليا تجارب قبل الجواز، هيرد عليه ويقول له عادي يا ابني ما انت راجل، المهم بعد الجواز ما تلعبش بديلك. حالتين مقرفين، الحالتين اسمهم الزنا على فكره. يعني على فكره يا جماعه انا اكتشفت ان احنا اتربينا على حاجه غلط ولحد دلوقتي ما نعرفش انها غلط، عشان احنا عايشين في مجتمع ذكوري متخلف بيفكر غلط. زي ما قلت لك امبارح، البنت اللي تغلط تروح تقول اللي هتتجوزه انا غلطت وخلاص، وما تبنيش حياتها على كذب. ده على اساس الاخت جايه من فيينا ولا منين يعني؟ مين الراجل اللي هيستوعب منك الكلام ده في المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ خلاص يبقى اشربوا بقى واشربوا اللي هيحصل لكم وخدوا بالجزمه عشان انتوا رخاص. انت قللت الادب على فكره. ايه يما ده؟ هي خناقه؟ بالراحه شويه علينا. انا اللي افهمه ان في حاجه صح وفي حاجه اسمها غلط، وفي مجتمع لازم نحترم تقاليده. الله. مجتمع ايه؟ مجتمع ايه اللي بيحكم على حاجه واحده بمستوى مختلف لمجرد ان ده راجل ودي ست؟ إيه مش فاهمه الاخت، ما تسمعش حاجه اسمها شرف ولا ايه؟ يعني ايه؟ هو الراجل ما عندوش شرف زينا ولو ضاع منه يتكسر ويتوكس؟ لا دي غيبوبه بقى، دي راحت منها على الاخر، هتعب من هنا. يا نهار اسود يا نهار اسود، ما عندوش شرف زينا؟ اشمعنى؟ لا وشرفنا احنا زي عود الكبريت. كبريت مين يا اختي؟ ما خلاص بقى زي الولاعه بعد التشاينيز بتاعك. طيب انا امجد اخويا بيعرف ستات كتير جدا، وبابا عارف الكلام ده، بس تخيلوا بقى لو انا في الموقف ده وبابا عارف ان انا ليا علاقه بحد، طبعا اول حاجه تقريبا هكون مذبوحه. حتى الاهل؟ ايوه مش بقول لك مجتمع ذكوري متخلف، بس حلوه يا بنتي هدي الموضوع ان الرجاله ما عندهمش شر. الرجاله كلهم ما عندهمش شرف الا احنا. حكي جاتك ميله. بوظتوا كل معلوماتي عن الطب على فكره. القعده معاكوا تضيع المستقبل. العب يا بنتي انا بلعب لوحدي ولا ايه؟ بلعب عايز اكسب، بلعب غلط. عزيزة عزيزة مين؟ مين اللي بينادي؟ أنا حمزة. اتفضل. يزيد فضلك. يا أهلا يا أهلا يا أهلا وسهلا كده برضو يا زومة، ما تسألش على عزيزة. يا أهلا، ازيك يا أخوي؟ ازيك أنت؟ منورنا. ضنوني. أهلا وسهلا يا شاب. أهلا وسهلا. وحشتيني. الله يخليك. خير؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ أنا قلت أجي أحتفل بعيد ميلادك النهاردة. لو النبي. أيوة. ده أنا قلت إنك نسيت. أنا أقدر أنساكي أبداً يا زوزو. الله يخليك. حبيبي. ومين الحلوة؟ دي؟ حلوة؟ دي آية شغالة عندي. أنا برضه بشتغل عندك. أنت تخرسي خالص. طب يا أخويا كنت قلتلي، كنت وضبت نفسي، لما أنت معاك ضيوف كنت بلغتني. انت كده زي القمر يا قمر، وبعدين بقول لك شغاله عندي، ده انت احلى منها بكتير. الله يخليك ليا. بشتغل عنده، بغسل له هدومه الوسخه. بيئه شويه. الف سلامه.
كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا واد يا زين؟ احطها تحت. ما بيردش. حملت اكتر من طاقته والنبي. ازيك يا اخويا؟ تعالى اقعد جنبي. اهلا اهلا. ازيك يا زوزه؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ ايه يا زين؟ ايه اللي اخرك؟ معلش ما عليك، انت عارف بقى الترافيك. اللي ايه يا فندم؟ ايه الزحمه يعني؟ ترافيك. سوري اصل انا ما كملتش تعليمي. الترافيك. تمام. ابلة، هو حضرتك جاي عشان تاخدي عربيه القناه؟ لا انا مش جاي عشان اخد عربيه القناه يا زين، انا جاي عشان اكمل بس تنظيف البيت والم الهدوم الوسخه. والنبي عايزه تنظفكم يا ولاد. مش كده؟ على فكره في عربيه بره بسواق، لو عاوزه تقربي يعني، لو عاوزه دغوري يعني تحت امرك يعني. لا انا عايزه اقعد، نفسي اتفرج شويه. اتفرج؟ ماشي. منورانا يا والنبي. انت قلت لي اسمها ايه؟ الزهايمر يا اخويا. آية شغالة عندي. آية والنبي آية. منور يا زين. الله يخليك يا زوزة. هابي براز داي توتو. ايه ده يا اخويا؟ ده هو جاي يبهدلني بشي ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، ده بيقول لك وحشتيني والف سلام عليكي بس بالطلياني. والنبي لغات. والنبي متعلم كتير وكلامه مثل القلب. شوفي بقى انا جايب لك ايه؟ ايه؟ هدية مطول. استأذنك في البطاطس. ده انت هتتغدوا معايا. انت هتعملي شوربة خضار ولا ايه؟ ان شاء الله. دي هديتي. وايه ده بقى يا سيادة السفير؟ ده ريسيفر عشان انا اشتغلت في قناة جديدة وعاوزك تتفرجي عليا في التلفزيون. دش. دش؟ دش. اتفرج يعني على التلفزيون؟ صلاة النبي احسن. الله هو اكبر. تسلم لي يا زومة. تسلمي لي حبيبتي. طب بس ده هشغله ازاي؟ تليش زين مش هيمشي من هنا الا لما يعلمك كل حاجه ويوريكي بيشتغل ازاي. على خيره الله. طب بس معليك في كويشن ملحوظه يعني بالنسبه لموضوع الرسيفر. انا ما عنديش مشكله، انا ممكن اعمل لها كل حاجه بس انا هشغل لها النايت سيت. تمام. بس بالنسبه يعني لل تعرف معليك يعني هتبرد. ايه يا اخويا اللي بيقول؟ لا ما تقلقيش، دي حاجات ما بيننا. النايت سات ما فيش مشكله. النايت سات ما فيش مشكله. لا ولا التاني ده برضو في مشكله، خلي الولاد ينبسطوا. يعني دي ليا وللولاد. ان شاء الله يخليكوا ليا. عربي واوروبي. اموت انا في قله الادب. ده انت حبيبي يا زوزو. يلا يلا ناكل بقى الحاجات الحلويات اللي انا جايب. انا البطاطس يعني. لو نجيب البطاطس كده اللي مضايقاك. وده بقى ايه وظيفتك انت؟ ايه خليها جنبك دلوقتي. رسيفر. رسيفر. والنبي ما كان له لزوم التعب ده كله. ده كلام. ده انت جاي بيتك يا حمزه. ده كلام يا حبيبتي. كل مره تيجي محمل كده يا زي الكسوف. اول مره اجي. انا بقول لك كل مره. كل مره سمعتها. اول مره معلش. حاجه انا اعرف ناس بتاكل وتنكر. لا اوعى تقول كده، مش انا. ده انا بنت بلد وعاجبك قوي يا زوم. ده حاجات والله يعني ايه. في هو مين اللي بياكل منكر؟ مش فاكر. هاتي لي التورته من تحت عشان نحط الشمس. ده مجبسها والنبي يا حمزة. لا ده بحت الشمع انت. عادي بقى وصلنا. هي عندها سنة واحدة دول. هابي براز داي توتو. توتو. يا سلام. يا حلولي يا حلولي. هو ده الشغل. والنبي فرحتوني، الواحد كان ناسي. معاوز يا استاذ؟ معاك واستاذنك ولاعة؟ انا معايا انا معايا. محضر مفاجأة لزوز عشان قصيدة؟ تسلمي لي. أصيل يا أبو محمد. طبعًا أنا عندي كام زوزة. بس الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. حواء يا شر البلية كم أرى من كنا كل بلية وشقائي. إيه بلية دي؟ بلوة تشيله بعيد. كم تجلبين من المصائب أينما أحللت أرضاً أصبحت جردائي. حواء يا شر البلية كم أرى من كنا كل بلية وشقائي. كم تجلبين من المصائب أينما أحللت أرضاً أصبحت جردائي. ستنا حواء، ستنا حواء يا خليقة بؤسنا، هاتي بناتك حالقات شعورهن مثل النعاج الجربي في البيداء.
أنا من تغنى النساء بصبره وكيف يستقيم الظل والعود أعوجي. على رأي شاعر نسيت اسمه وعنوانه، القلب يعشق في كل مكان قبل العين أحيانا، لو رأى من بعيدي أي فستاني. العين صابتني ورب العرش نجاني، ما تبصليش بعين رضية، بص للدولارات المدفوعة فيها.